هذه هي البحرين في العام 2017، الناس وشعاراتهم كما هي، وكأن قافلة الشهداء التي زادت على 90 بعد 100 لا تزيد في هذه الجموع غير الصمود والمزيد من التمسك بالشعار الخالد. الشعب يريد إسقاط النظام. الصمود هو الشعار وهو الخيار الذي يصر عليه البحرانيون وهم صامدون كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، داخل السجون وخارجها، يرفعون علامة النصر والثبات في كل مكان، وعلى مرمى كل الهتافات تهتز الأرض وتخجل السماء من معجزة هذا الصمود الذي لا ينكسر. هي إذن معركة من ينكسر أولا، ومخابرات آل خليفة وبعون من جيوش ومخابرات آل سعود وواشنطن ولندن والمرتزقة القادمين من كل العالم، كل هؤلاء يخططون في الليل والنهار بالخداع وبالنار من أجل أن يعجزوا أهل أوال ويجبروهم على العودة إلى المنازل رافعين عليها الرايات البيضاء. لكن حصاد الساحات يقول هيهات لهذا الشعب وأفقر فقير فيه أن يوقع على صك العبودية والهوان، وكما قال فقيه الكلمة وعنوان الصمود: هيهات لهذا الشعب ولأفقر فقير منه ولأفقر فقير فيه أن يوقع لكم على صك العبودية والرق والهوان. على هذه الخطى تخرج الجموع من شارع الشهداء إلى عاصمة الثورة، ومن خط النار إلى مثلث الصمود، من شرقها إلى غربها كل شيء هنا مرسوم بالهتافات الحاسمة التي تزأر بالحق والثورة وبالأيادي المسددة التي تنفث بالتحدي والغضب.